ويكند. عدنا من جديد، اهلا وسهلا بكم بالنسبه لكل 8:44 دقيقه. نحكيو صحه، واليوم مش نحكيو شويه على مقاومه الانسولين اللي هي كما كنت بكري شويه قلت لكم ما قبل الاصابه بداء السكري، وعلامتها الحق تقلق برشا، من جملتهم الكرش اللي ما تنجمش تتنحى، استمرار في بعض المناطق، هذا وغيره باش نعرفوه اليوم مع اخصائيه التغذيه امين البلدي. نقولوا بونجورات، صباح الانوار نرمين، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا كل نهارك طيب. انا وامين اليوم مش ضحكنا برك في الاوف، يا ريت احلام شنو رايك هكا كي نعطيهم بعد شويه ما يحدثوا في الكواليس. تحيه ليهم، قلت لك اي تحيه ليهم الناس الكل اللي شادين الثنيه اللي يسمعوا فينا طبعا على موجات اذاعه كابا فيم، معكم احنا حتى العشرة نتاع الصباح. اميني، كي نقولوا مقاومه الانسولين شنو نقولوا بالضبط؟ كي نقولوا مقاومة الأنسولين نقولوا ضعف استجابة الخلايا في الجسم تاعنا للأكسيون تاع الأنسولين. شو معناه؟ دونك الأنسولين كي تفرزوا خلايا البنكرياس ما يقومش بالدور متاعه، لأنه الخلايا متاع البدن متاعنا ما تستجيبش للأنسولين هذاك. الخلايا متاع البنكرياس تقعد تفرز الأنسولين بنسبة مرتفعة، لكن ما يقومش بالدور متاعه اللي يخلي نسبة السكري مرتفعة في الدم، لأنه الخلايا ماهيش قاعدة تدخل في السكر، الأنسولين مش قاعد يقوم في الدور متاعه ويدخل في السكري للخلايا. هناش تولي عنا هايبر غليسيمي مع هايبر أنسولينيمي. دونك هايبر غليسيمي هي ارتفاع نسبة السكر في الدم، هايبر أنسولينيمي يعني نسبة الأنسولين مرتفعة لأنه الخلايا متاع البنكرياس قاعدة تفرز فيه بشكل كبير، لكن بمرور الوقت تولي غير قادرة على إفراز الأنسولين هذايا. معناها الحاجه كي تخدم اكثر من طاقتها. ولا اليوم علاش معناها خلينا نفسروا النقطه هذه خاطر مهم برشا اليوم نبسطوا المعلومات، علاش تفرز اكثر من الطاقه نتاعها؟ شنو المسببات تاع الانسولين ريزيستانس او مقاومه الانسولين؟ فما اسباب جينيه، فما بعض الادويه، فما زاده الريجيم اليمونتير يكون ريجيم هايبر كالوريك، دونك غني بالحريريات، غني بالسكريات، خاصه السكريات نحكيو هنا على السكريات البسيطه، نحكيو زاده على السيدونتاريتي وقت اللي الانسان ما يقومش باكتيفيتي فيزيك. فما غريس فيسيرال، شحم على مستوى الكرش اللي هو من مميزات مقاومة الأنسولين هذه. الأنسولين ريزيستانس زادة نعرفوها بالانديس دو أوما. شنو الانديس هذايا؟ هو انديس نحسبوه انطلاقا من الجليسيميجان، نسبة السكر على الصيام مع نسبة الأنسولين زادة. بيان سور تعمل البيلون تاعك مع الميدسان تاعك ويحسب الانديس دو أوما، كيش يلقاه اكثر من 2.4 دونك هنا نجمو نحكيو على انسولين ريزيستانس. كنقول معناها انك معناها لاجا سكر اجا تلقى اكثر من لا لا فورمول اخرى تعمل باللي باغامتر اجا الحسابات هذه نخليوها الان الاختصاص يقوم بها الطبيب المختص، وهنا نوليو نجمو نحكيو على انسولين ريزيستانس. كي نحكيو على شنو تسبب فيه الانسولين ريزيستانس، نجمو نحكيو زادة على الامراض اللي في البروفيل نتاعها فما انسولين ريزيستانس. دونك نحكيو على حاجتين هنا، يا اما هي باش تعطي امراض، يا اما المرض هذاك يسبب للمقاومه هذه. لا مش يسببها، اما في البروفيل نتاعو نحكيو على انسولين ريزيستانس. انت حكيت على مرض السكري بكري، الانسولين ريزيستانس هي المرحله الاولى، نحكيو على البري ديابيت ما قبل السكري اللي تنتهي بالسكري نوع 2. نحكيو زاده على مرض تكيس المبايض، من بين الخصائص نتاعو يكون فما مقاومه للانسولين. مقاومه الانسولين زاده نلقاوها مع امراض القلب والشرايين، شحم في الدم، نلقاوها مع مرض السكري، مع السمنة زادة، حتى السمنة هي مرض مزمن نحكيو فيه على مقاومة الأنسولين. دونك هذه أكثر الأمراض اللي عندها علاقة بمقاومة الأنسولين. علاماتها كيما كنت انت تحكي هيك الكرش اللي ما تحبش تنقص، من بين العلامات زاده المميزه فما علامات اخرى يقول لك معناها فما اللون الداكن في بعض الامراض. فوالا هذه هي البوان اللي باش نزيدها، هذه اكثر نقطه علامه موجوده اللي الناس تغفل عليها. نلقاو دي زون فونسي كيما في ليزيسيل والا في الرقبه، هذوما تلقاهم فونسي غامقه الكولور نتاعها، دونك هذه من بين علامات مقاومه الانسولين. واضح. فما علامات اخرى بخلاف هذوما؟ هذوما الرئيسيين اللي مرتبطين ما فيهمش كلام،
مرتبطين بها. اليوم الشخص هذا اللي هو بدنه يفرز برشا انسولين بطاقه كبيره برشا وبدنه ما عادش عنده القدره نوعا ما لمقاومه نسبه السكر هذه الموجوده في بدنه، لازمه لهنا نظام صحي ولا نظام غذائي باش يعدل له نسبه الانسولين في بدنه. ساعه قبل ما ناخذ من عندك الحل انا، هل المقاومه هذه اذا كان حد يتصاب بها ينجم يتخلص منها ولا لا، ولا تقعد معانا كما السكر؟ احنا ديجا قبل ما هي نحكيو على الاكزامبل نتاع مرض السكري نوع 2، قبل ما ندخلوا في السكري نوع 2 عندنا اثر بعد المقاومه هذه بعد يليها طول السكر عدد اذا اذا ما ناخذوهاش اون كونسيديراسيون ونعالجوها باش تولي توفينا بالسكري نوع 2. ديجا انت كي تمشي للطبيب يحاول يقول لك نمشيو بالريجيم قبل باش نبعدوا وما نوصلوش لمرض السكري، دونك ان ريجيم اليمونتير. ساعات لي ميسان يعطيونا بعض الادويه كيما الادويه نسميهم انسولينو سونسيبيلاتور. اش معناها؟ معناها يحسنوا من الحساسيه للانسولين بالنسبه للانجا، يخليو الانجا تقبل الانسولين. دونك هنا هذوما بعض الادويه اللي يتعطاو باش نعاونوا البدن انه يقبل الانسولين بالنسبه للخليه. مع الادويه هذه اللي نجموا نبداو بالريجيم قبل اجيان دو في سان. دونك هنا الريجيم كيفاش يكون؟ اول حاجه اذا عندنا مرض السمنه ولا السكري واحد باش يكون الريجيم خاص بالامراض هذه مع يكون بيرسوناليزي لو ريجيم بيرسوناليزي كل انسان والبروفيل نتاعو. بيان سور ناخذ اغذيه غنيه بالالياف. علاش؟ على خاطر الالياف تعاون باش نقصوا من مقاومه الانسولين، تعاون باش نقصوا من نسبه السكري في الدم، تخلينا نعزوا السونساسيون نتاع الشبع اللي في مقاومه الانسولين جينيرالمون تلقى الانسان يقول لك نجوع برشا. دونك هنا الالياف باش تعاوننا باش نحاولوا ناخذوا كميه كافيه من البروتينات، نقصوا شويه من الحم اللي فيه كميه تاع شحم، دونك الشحم باش نقصوا من السكريات، ونقصوا زاده من الاستهلاك المفرط. نسطر على كلمه مفرط للغلال. ولا خاطر هنا يقول لك معناها سكر طبيعي ما يقلقش معناها. علاش؟ على خاطر سكر الغله اسمه الفركتوز. الفركتوز اون اكسي باش طلع لنا التريغليسيريد في الدم، باش يعمل لنا الشحوم الثلاثيه اللي باش تركز في منطقه البطن. دونك هنا انا ما لازمنيش هذا السكر الطبيعي، ما بالك السكر السريع الامتصاص، هذا يذولي ممنوع تماما. هو بطبيعته سكر سريع الامتصاص الفركتوز كيما الجلوكوز. دونك هنا نردوا بينا شويه في السكر، السكر اللي هو في الحاجات الحلوه كيما السكر نتاع الغله زاده كيما الخبز. يقول لك ساعات يقول لك انا ناكل برشا خبز هكا علاش عندي كرش. بون ينجم يكون خاطر ياكل برشا خبز يمشي مخ اللي هي معناها الكرش اللي عنده من الخبز، واللي هو راهو من المقامه اللي خنذكروا بعلاميتها اللي هي الكرش تبدا التوغ دو تاي يبدا عندها اكثر من الطبيعي ويلقى الاسمرار اكثر من تقليه في الرقبه، وعنده صعوبه حتى في خساره الوزن. فما بريز بونديرال زيد في الميزان مع صعوبه في انه باش ينقص في الميزان. دونك هنا نحاولوا نركزوا على الاطعمه الغنيه بالدهون الصحيه كيما الاوميغا 3، نحاولوا نقوموا برياضه اكتيفيتي فيزيك، خاطر سيدونتاريتي مالها الا تعكر من الحاله. الرياضه باش تعاوننا في خساره الميزان بيان سور افيك دي زيكزرسيس اللي يكونوا اديكوات لمنطقه البطن. بيان سور نوصي على الماء، ديجا الدنيا سخنه تلزمنا نشربوا برشا ماء، خاطر راهو انه ما نشربش ماء ما يخلينيش نقص في الميزان من بين المسببات. فما دي انفيزيون نجمو نعملوهم، دي انفيزيون اللي يعاونونا كيما القرفه. القرفه من اكثر النباتات اللي عندها خاصيه انه تحسن من الحساسيه للانسولين. معايا توا في البلاتو كل مره راها دبوس الماء بالقرفه داخله بها ديما كل يوم دبوس الماء بالقرفه، توا عرفت الاسباب نتاع انقاص الوزن. هاي دكتوره عندنا القرفه، عندنا الزنجبيل، عندنا الحلبه، عندنا الكركم زاده. دونك ناخذوهم هذوما نفوحوا بهم، والا سيرتو نعملوهم دي انفيزيون يعاونونا برشا مع ان ريجيم ادابتي. شوفوا مع اخصائي التغذيه نتاعك على خاطر الريجيم وحده ما يعملش. تسمع يا احلام تسمع؟ اه؟
قابلتني احلام تخزر لي في خزره قايد في الورقه والستيل وقايد هاللي زون فارماسيون هذوما الكل. الريجيم مع الرياضه هما السلاح نتاعنا باش نجمو نتجاوزوا مقاومه الانسولين. هذا هو تقريبا اللي لازمكم تعرفوه من جمله الحلول. هو نظام تتقيد بنظام صحي متوازن بين الممنوع والمسموح. اكيد نحاولوا نتجنبوا لي ريجيم ريستريكتيف. انه ناخذ حميه تكون قاسيه خاطر ما عندهاش نتيجه. الصيام المتقطع يمشي مع العبد هذوما ولا لا؟ اي اما انا نخير انه نخليه اخر كارته نجبدها. نحاول مع نظام غذائي صحي في ثلاثه وجبات رئيسيه، فطور الصباح القايله وفي الليل في وقتهم. بعد ونشوف البدن بشوي بشوي ما نجيش كان في نظام غذائي معين نجي تو دانكو نقص عليه ونعطيه الريجيم اللي يبدا ريستريكتيف نوعنا، مش كيما واحد ياكل حاجات ذات سعره عاليه سعره حراريه عاليه نجي نحيلو هذاك الكل ونحطو سو ان ريجيم اللي بلوز موان ريستريكتيف يتسمى للنظام اللي كان عايش بيه. دونك هنا نخليها حاجه من الاخر نشوفها باش نعطيه حل بديل للدم. واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه منال. الاسباب العلامات اللي هي جينيرالمون اذا كانت وجدت راهو لهنا لازمكم تتفقدوا روحكم، تمشيو تعملوا التحليل نتاعكم، تمشيو للطبيب نتاعكم تستشيروه. كان لقيتوا الكركرش هذيك اللي الزايده اللي ما حبش تتنحى بالريجيم والسبور راهو تنجم تكون علامه مؤكده للمقاومه نتاع الانسولين. كيف كيفك السموريه في الرقبه وكلي في المرفق اللي تعب برشا ناس، هذيك راهي زايده من العلامات الاساسيه للانسولين لمقاومه الانسولين. تنجموا انتوما طبعا تلقاو اكثر تفاصيل على فاجنا كابا فيم، وديما نقول ونحاول تستشيروا الطبيبه نتاعكم والمختصه نتاعكم باش تحاولوا تلقاو طبعا العلاج لكل حاله. اكيد جدا توا 8:55 دقيقه مازلنا موصلين معاكم حتى للعشره نتاع الصباح. نمشيو بالموسيقى وراجعين.